تنظيم بطولة بالحجم الكبير ده أكيد بيتطلب مجهود كبير، مش بيكون في أيام ولا أشهر قليلة علشان نشوف النتيجة الرائعة. للحقيقة كل الطيارين مبهورين بيها. عشان نعرف أكتر عن التنظيم معايا كابتن تامر نسيمة، عضو اللجنة المنظمة في البطولة وكمان مدير عام شركة سكاي سبورتس. ورحب بك يا كابتن. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. في البداية حابة نتكلم عن اختيار مصر واختيار المكان تحديدا محافظة الفيوم. بص، احنا في الاول لما فكرنا نعمل البطوله قلنا احنا مش عايزين نعمل ايفنت يكون بحجم صغير، احنا عايزين نعمل ايفنت يكون كبير نجمع فيه مجموعه كبيره من ابطال العالم. واحنا ابتدينا من شهر 1/2017 ان نعمل حاجه فعلا لمصر. بعتنا عن طريق نادي الطيران المصري للاتحاد الدولي FAI ان نستضيف بطولة العالم. طب خلينا نقف عند النقطة دي، استضافتكم لبطولة العالم جت ازاي؟ تواصل بقى النادي الطيران المصري معاكم، وكمان كان هو حلقة الوصل بين التواصل بينكم والاف اي اي الاتحاد الدولي؟ هو طبعا نادي الطيران كان فيه حلقة تواصل، لكن احنا على علاقة كويسة جدا برئيس لجنة السيما اللي هي مسؤولة عن الباراموتور في الاتحاد الدولي، ويعتبر احنا اللي تواصلنا مع الاتحاد الدولي عن طريق نادي الطيران. قدمنا عرض احنا جهزناه كشركه وقدمناه لنادي الطيران عشان يبدا يرسله ليه للاتحاد الدولي. كان في طبعا مخاوف كبيره جدا من الاتحاد الدولي ان ازاي مصر اللي هي ما فيهاش اصلا اللعبه دي تنظم البطوله، لكن احنا كنا الحمد لله مقدمين عرض قوي جدا. بعتوا لنا يعتبر احنا كنا مقدمين للحكام، عملنا مؤتمر صحفي في شهر 3 والحكام جم عينوا المنطقة في الفيوم هنا، فعجبهم طبعا كويس جدا، رفعوا ريبورت لي للاتحاد الدولي، فعشان كده وافقوا ان هم ننظم البطولة. طب اخيرا بقى عايزة اخد من حضرتك كلمة عن شركة سكاي سبورتس، بما ان حضرتك المدير العام للشركة، حابب تشوفها فين؟ يعني البطولة دي ممكن نعتبرها انطلاقة لاسم سكاي سبورتس في عالم الرياضة الهوائية وعالم الرياضة بشكل عام، حابب في السنوات اللي جاية دي تشوفها فين؟ بص، عايز اقول لك سكاي سبورتس يعني لما ابتدينا احنا ما كناش متوقعين ان احنا نبتدي بحاجه قويه زي دي، وخصوصا ان كان في عوامل مساعده كتير في تنفيذها، الشركاء زي اون سبورت ان هي تخرج منظر زي ده وتوصله للناس بالطريقه دي، لا يعني اثرت علينا سنتين قدام بامانه. يعني كل الشركاء اللي ساعدونا في انجاح البطوله كان لهم دور جامد. احنا اصرينا كشركه سكاي سبورتس، احنا ما عندناش حدود للطموح خالص، ما فيش حدود، احنا لسه بنبتدي. سقفكم السما زي ما انتم بتطيروا. طبعا سقفنا السما، عايزين نكبر القاعده بتاعه الطيارين اللي موجودين في مصر، عايزين ننظم بطولات، واحنا مخططين لبطولات دوليه في خلال 2018 اللي داخلين في السكاي دايفنج في موسوعه جينيس، داخلين ان احنا هننظم بطوله عالم للباراموتور تضم بقى مش 37 طيار، تضم فوق ال 60 طيار ان شاء الله السنه اللي جايه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا طبعا كابتن تامر، وبتمنى لكم كل التوفيق في الاجنده بقى بتاعتكم للسنوات القادمه. ان شاء الله، متشكر جدا.